بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة يعني عشان بتزرع بتنجان لازم تشوف الفيديو ده هو وتركز وتشوف لون الورق ده هو عامل كده ليه. الورق ده هو معظم إخواننا المهندسين إن كانوا صغيرين وإذا كان كمان حتى في ناس خبراتها عالية ممكن بتغلط في التشخيص ده هو، وبتقول عليه دايما إن هو بياض دقيقي. للأسف الشديد هو مش بياض دقيقي، لأن البياض الدقيقي معروف إن هو طبعا بيتأثر بالرطوبة الأرضية، وإن كل ما كانت المنطقة بتاعت الجدر دي الأولانية في رطوبة عالية في مية الري، فبالتالي بيحصل بياض دقيقي، وخصوصا في فصل الشتاء 11 و12 بيحصل القصة دي. بس المنظر اللي قدام حضرتك ده هو مش بياض دقيقي ولا حاجة، ده حاجة بيسموها الجسد، حاجة بنسميها الجسد. فالجسد ده هو من الثاقبة المصة، من الحشرات الثاقبة المصة. يعني ايه ثاقبة مصة؟ يعني في بقه من قدام تلاقي فيه البوز بتاعه او البق بتاعه ابري كده، في ابرة من قدام بيغرسها في النباتات وبيبدأ يمص العصارة بتاعت النبات. فلما او بيسموها مطاطات الاوراق برضو. فالمنظر اللي قدام حضرتك ده هو مص العصاره. العصاره بالنسبه للنبات كالدم بالنسبه للانسان، تمام؟ يعني الدم بيسموه بلد، العصاره بيسموها الساب بالانجلش طبعا. فالساب بالنسبه للنبات، العصاره ده هي زي البلد بالنسبه للانسان، زي الدم بالظبط، تمام؟ طيب اللي بيحصل هنا ان هو بمص العصاره، فالعصاره ديت عباره عن ايه؟ التركيبات بتاعت النباتات اللي هي العصاره النباتيه، التركيب بتاعها والخلايا والمحتويات بتاعتها، هو شغال عمال بمص، فبتتحول للون اللي حضرتك شايفه قدامك ده هو. وكمان بيحصل خربشه في الورقه او كرمشه في الورقه نتيجه ان البوز بتاعه الابر اللي عمال يغرسه في كل حته، وبيحصل لك المنظر اللي قدام حضرتك ده هو، تمام؟ طيب ده الجسد، وده طبعا الجسد، ودايما بنشوفه او بتلاقيه في الجو الدافي واللي هو فيه الرطوبة العالية، شرحه شرح المن وشرحه شرح الذبابة البيضة، تمام؟ فبيعمل لنا الوضع اللي انت شايفه ده هو اللي هو ده الجسد، ودايما بنشوفه بالليل، لان دايما حركة الحشرة بتكون 90% منها او 80% منها بتكون ليلا وليس نهارا. هي بالنهار عندها خمول واكلت بالليل وارتاحت، وانت بتروح من هنا وهي بتبدأ تشتغل من هنا، تمام؟ فدي قصة. خد بالك من منظر الورقة الاول، وبعد كده منظر الحشرة، تمام؟ لو ركزت قوي وقلبت الحشرة الورقة من تحت بتلاقيها في الأسفل، في الأسفل. عشان كده دايما بنقول عايزين البشبوري اللي هو أبو بوز لفوق ده هو، بحيث إن هو أو أبو فتحة لفوق ده هو، بحيث إن هو ياخد النبات من تحت لفوق. زيها شرحها شرح برضو العنكبوت الأحمر اللي هو دايما بيكون في المناطق اللي هي التحتانية، وبيعمل لنا مشاكل في الورقة من تحت. عشان نقضي على الجسد ده هو، القضيان بتاعه من أسهل ما يكون لو أنت من الأول خالص ابتديت تظبط حالك كويس، سواء داخل البيت لو أنت زارع في البيت المحمي، أو لو أنت زارع خارج البيت المحمي، تمام؟ واي واحد اي واحد زرع بتنجان اتحداه ان ما كانش لازم يشوف المنظر ده، لازم يشوف المنظر ده هو. فبدايه من المشتل لازم تكون ناقل الشتله بتاعتك سليمه، لازم الـ 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 لو كنت زارع في بيت محمي المفروض بتطهره قبل ما بتزرع، وبتبدا ترشه ان كان صيبه مسرين مع لمبضه الاثنين، وبتقفل البيت بتاعك 3 4 ايام، تمام؟ وبتبدا تنقل الشتلات تكون سليمه وغير مصابه من المشاتل. لو مشتل وحش او
يعني بيستخسر الرش شوية مبيد حشرة ولا بتاع عشان يوفر، ما تروحلوش وأسر السلام على نفسك بدل ما تدخل في سين وجيم. انقل الشتلة بتاعتك سليمة وداوم على الرش بتاع الجسد، وإذا جالك الغصب خده بجميلة. بمعنى برضو مثلا عند إخواننا المصريين بيقولوه، يعني إذا أنت حبيت تكافح الجسد والله هتكافح المن معاك والجسد والذباب البيضاء، كل القصة الثقيبة المصر هتتعالج بنفس المبيدات اللي احنا هنقول عليها دهيا، واللي على رأسهم الكلورا برايد اللي هي استيم برايد والكلورا برايد، الاثنين ممتازين يا جماعة، وفترة ما قبل الحصاد بتاعتهم مش كتيرة، 7 أيام مش كتير جدا خالص يعني، يعني ممكن في البتنجان انت ممكن بتجمع كل اسبوع، فبتكون آمن من القصة دهيا. تمام، فبترش الرشة دهيا الاستيم برايد دهون بمعدل 30 سنتي على اللتر، هو بيبقى سائل، او بنص جرام في اللتر بريتر ميه بالنسبه للمسبلان مثلا، او الكنتور في السعوديه، او المسبلان في مصر، او ايا كان المركب يعني. المهم بيحتوي على استن برايد او كلورا اميدا كلورا برايد، واحده منهم مع الفرتيمك، الاثنين هيجيبوا لك العناكب وهيجيبوا لك الذبابه البيضاء وهيجيبوا لك المن، بلاش اللمباضه عشان اللمباضه والسايبامسرين عشان فتره ما قبل الحصاد بتاعتهم عاليه. فانت لو رشيت يعني وصلت لمرحله الانتاج، ومرحله الانتاج عندك وصلت لها وانت الدنيا سليمة عندك، يعني ممكن ترش كل 15 يوم مرة في الصيف، ممكن في الشتاء كل 20 يوم مرة، ما فيش اي مشكلة خالص. بس يا ريت نغسل النبات غسلة كويسة بحيث ان احنا نطهره من الجسد ده هو، وانه مدمر بالنسبة لورقة الباذنجان. واحنا عارفين طبعا ان الثمرة بتتغذى على الورقة، وطالما والورقة هي مصنع الأغذية، فطالما الورقة حصل فيها خراب او حصل فيها هدم، فبالتالي هيكون عندك المحصول ضعيف كما ونوعا وجودة. تمام، كما ونوعا وجودة كمان، يعني الدنيا مش هتكون مظبوطة عند سيادتك. برضو تاني مرة بقول، كتير من اخواننا بيقول على ده بياض، ده مش بياض يا جماعة، ده عبارة عن الجسد اللي هو مبهدل البذنجان او الثقيبة المصة، بتعمل المنظر اللي انت شايفه قدام حضرتك ده هو. بنتمنى احنا نكون استفدنا بالمعلومة دهيت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.